هذه الحالة المرضية فرضت نفسها بشكل كبير جدا على الحوارات الطبية. معظم المؤتمرات الطبية القشري وكل المؤتمرات العالمية اللي ضيفي واحد من الممبرز الأساسيين فيها بتطرح من المهاجرة زي ما بيقولوا حديث كل الأروقة، واحدة من الحديث اللي بتفرض نفسها على كل المحاضرات، قد تكون بذاتها لوحدها في حوار، وقد تكون جزء مهم جدا من تأخر الإنجاب، يعني كواحدة من أشكال تأخر الإنجاب. في لقاء سابق قلنا إن بطانة الرحم المهاجرة فيها أشكال بقت أتيبيكال، وكلمة في الطب تدعو إلى الانتباه، يعني دايما الدكاترة اللي مذاكرة الشاطرين كلمة أتيبيكال الغير تقليدية الشكل الغير التقليدي ده بيثير على طول حفيظة وتركيز كل دكتور في كل برانش في الطب. في بطانة الرحم المهاجرة كلمة بطانة الرحم غير تقليدية ده أساسا هي حالة مرضية كلها كده على بعضها مليئة بالمفاجآت، فيكون في مفاجأة إنها تكون غير تقليدية ده هيطرح نفسه بشكل مهم جدا في حوارنا النهاردة. حالة عندها تأخر في الحمل، زوج وزوجة ما حصلش عندهم حمل، ما حصلش عندهم حمل سواء كان أولي أو ثانوي، يعني من ساعة ما اتجوزوا ما حصلش حمل خالص، أو اتجوزوا حصل حمل سواء الحمل ده انتهى بولادة وعندهم طفل، أو حتى الحمل انتهى بإجهاض يعني الحمل ما كملش، وسواء بعد الولادة سواء بعد الإجهاض اتأخر الحمل. طبعا الزوجة بتلجأ إلى طبيب أمراض نساء، بتروح تكشف تعمل سونار، فبيديها ما عندهاش حاجة، بيديها شوية منشطات للتبويض، شهرين ثلاثة كده لقى عندها كيس موجود في المبيض، قال لها أنت عندك كيس دموي، أنت عندك كيس دموي، الكيس ده مش هنعمل لك عملية. طب ده كلام عظيم خالص، هنديك علاج عشان يروح. تمام، ايه العلاج؟ حبوب منع الحمل، صح؟ اه صح، الاكياس الدمويه الوظيفيه احسن علاج ليها هو حبوب منع الحمل، شهرين او ثلاثه وكيس يروح من غير عمليات من غير اي حاجه. طب كويس، الزوجه خدت العلاج عشان خاطر الكيس يروح، شهر اتنين ثلاثه الكيس مش راضي يروح، الحالة طبعا زهقت، توجهت إلى أحد المراكز المتخصصة لتأخر الإنجاب، شرفتنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، دكتور محمد تيمور كشف عليها، شك في الموضوع، بيتكرر كتير قوي السيناريو ده عندنا، كتير قوي، شك في الموضوع بس ما بيتكلمش، بيسيب القرار ليا أنا في الزيارة التانية لما بشوفها في الميديكال كوميتي اللي هو زيارة تحديد اللجنة الطبية وزيارة تحديد الخطة العلاجية. مجرد بس نشوف كيس شكله في السونار ده مش كيس دموي، مش كيس دموي عادي، مش كيس وظيفي بيروح بعلاج شهرين او ثلاثة حبوب منع الحمل، ده واضح جدا ان هو كيس اسمه كيس شوكولاتي ناتج عن بطانة الرحم المهاجرة. يبقى انت عندك يا مدام بطانة الرحم المهاجرة، وبطانة الرحم المهاجرة دي هي السبب في تأخر الحمل. فاكر يا دكتور ايمن الفقرة اللي فاتت قلنا نسبة بطانة الرحم المهاجر نسبة انتشارها في حالات تأخر حمل قد ايه؟ فاكر الرقم؟ يوصل لحد كام؟ يوصل 50% لحد 50% من 25 30 لحد 50%، يعني نص حالات تأخر الحمل بيكون عندهم بطانة الرحم المهاجر. الحالة دي هنتعامل معاها ازاي؟ هو ده اللي احنا هنقوله النهارده. كيف نتعامل؟ أو بشكل آخر الطريقة المثلى للتعامل مع أكياس الشوكولاتة. أول حاجة زي ما احنا كنا بنتكلم بطانة الرحم المهاجرة وأدت إلى وجود كيس في المبيض، فهي بطانة الرحم المهاجرة من الدرجة مش البسيطة اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده، لا دي من درجة متقدمة شوية، هي ممكن تكون الدرجة الثالثة أو الرابعة، اللي هي أدت إلى وجود كيس ما يسمى بالكيس الشوكولاتة اللي موجود في المبيض. مشكلة بطانة الرحم المهاجرة أو مشكلة الكيس ده إن هو ممكن يؤدي لتأخر الإنجاب بكذا صورة. أول حاجة يعمل التصاقات، التصاقات دي ممكن تؤدي إلى إن الأنبوبة تبقى مقفولة أو ما بتأديش بوظيفتها بصورة واضحة أو صورة تامة،
وبالتالي خلل عضوي، يعني خلل في العلاقة ما بين الموبيل والأنبوبة. تاني مشكلة ممكن يؤديها إن وجود حالة من الالتهاب في الحوض وأجسام معينة بتؤدي إلى تأخر زرع الجنين في الرحم ما يسمى بالسيتوكاينز وأجسام تانية. تالت حاجة ممكن تؤدي إلى خلل في الهرمونات، يعني إحنا عندنا الكيس بقى مستحوذ على جزء كبير من الموبيل وبالتالي يحصل خلل في الهرمونات زي هرمونات اللي مسؤولة عن التبويض، وبالتالي ما يحصلش تبويض بصورة منتظمة، أو لو حصل يبقى فيه تأثير على حاجة زي جودة البويضة. وبالتالي بطانة رحم المهاجرة هنا وصلت لمرحلة إن هي بقت سبب رئيسي في تأخر الإنجاب، وبالتالي محتاجة تعامل. نرجع تاني نقول التعامل ما بيبقاش حاجة واحدة، هو التعامل بيعتمد على حالة الزوجين. احنا في ناس بنقدر نتعامل معاهم ان احنا نقول احنا هنبتدي نمشي في سكه ان احنا نستنى حمل تلقائي، يعني نعمل منظار، نستأصل بطانة الرحم المهاجره او نستأصل جزء منها، ندي علاج هرموني يقلل نشاط بطانة الرحم المهاجره، وبعديها نستنى بطريقه او باخرى الحمل التلقائي مع مساعده بسيطه زي التنشيط. لا، في حالات ثانيه بنقدر نقول لا، احنا واحده جايه فوق ال 35 سنه أو الزوج عنده برضه هو مشكلة في الحيوانات المنوية، ساعتها بنقول إن إحنا لا، إحنا محتاجين دلوقتي إن إحنا نتدخل بصورة أكبر شوية ونلجأ إلى وسائل إخصاب مساعدة متقدمة شوية زي الحقن المجهري لزيادة فرص الإنجاب، وما نضيعش وقت أو ما نضيعش مجهود ونعمل حاجات ممكن ما تؤديش إلى النتيجة المرجوة في الآخر. دكاترة التأخر الإنجاب النساء يبعتوا عيان يعمل عملية دوالي يرجع لهم بكارثة إنه ما فيش حالات منوية، لأنه تعملت العملية بشكل أجريسيف أو الأخير. كان بيحصل حاجات غريبة، اتقفل الشريان بالضبط. بالضبط. خليني طبعاً، إحنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت شرحنا مين المريض اللي هيعمل الدوالي. السؤال اللي بعده بيسألني المريض هنعملها إزاي، لأنها بتتعمل بكذا طريقة. عشان نجاوب ايه افضل طريقه، هو انا محتاج ايه من عمليه الدوالي اللي انا قررت انها مناسبه للزوجين دول؟ للتبسيط محتاج حاجتين مهمين جدا. محتاج اول حاجه ان الدوالي ما ترجعش تاني. انا مش بعمل الدوالي من اجل الدوالي، انا بعملها عشان احل مشكله تاخر الانجاب. فانا محتاج استعمل طريقه تبقى نسب حدوث رجوع للدوالي هي الاقل تماما. احنا بنتكلم على دوالي الخاصيتين طبعا، الناس اللي لسه فاتحه دلوقتي طبعا. طبعا فاهمين احنا بنتكلم مش دوالي اي حاجه ثانيه. في ناس ساعات بتفتح التلفزيون دوالي الخاصيتين تمام. الحاجه الثانيه اللي انا محتاجها من الاجراء اللي انا هعمله ان نسب نجاحه تكون عاليه، وهو المفروض نسب النجاح تبقى 70%، وان ممكن يحصل حمل بعد الدوالي ممكن يوصل ل 35 او 40%. طب هي يا دكتور الدوالي بتتعمل ازاي؟ ممكن تتعمل ب المناظير، ممكن تتعمل بالقسطره، ممكن بالجراحه التقليديه، واللي هننصح بيه واللي هنشرحه بالتفصيل الجراحه الميكروسكوبيه. مشكله المناظير ايه؟ انها نسبه الرجوع فيها عاليه حوالي 26%. القسطره اللي هي ناس كتيره بتحبها وبيشوفوا اعلانات عنها، هي طبعا ميزتها انها سهله وبنج موضعي، لكن هشرح ليه للاسف هي نسبه الرجوع فيها من 15 ل 20. الجراحة التقليدية بتصل نسبة الرجوع من 10 ل 12%. الجراحة الميكروسكوبية اللي احنا بنلجأ لها في المرضى اللي بيعملوا الدوالي مش عشان الوجع، اللي بيعمل الدوالي عشان تأخر الإنجاب، بتبقى من 2 ل 5%. طب ليه ما بيقدروش في القسطرة يقللوا النسبة دي؟ طب ماشي، ممكن أسأل الدكتور محمد سؤال؟ اتفضل. هو ايه الفرق؟ هو انا طبعا عارف الفرق، بس انا عاوز للسادة المشاهدين كده يعرفوا الفرق ما بين، ببساطة كده، ما بين الطريقة دي ودي ودي ودي. المناظير زي جراحات المناظير، ان انا بدخل البطن من خلال فتحات صغيرة، اخش على الاوردة الرئيسية او الدوالي الرئيسية واحط فيها كليبس وخلاص. بالقسطرة زي قسطرة القلب، بدخل بحقن صبغة وبعد كده اما بحقن مادة سكليروزنج تقفل الاوردة او احط شبكة. الجراحة التقليدية هو ان انا افتح، اخش اربط الاوردة من غير استعانة بالمايكروسكوب وادوات تانية، ممكن يحصل ربط للشريان المغذي وده اللي ممكن يحصل مضار منه. الجراحة الميكروسكوبية هي دي اللي هنشرحها بالتفصيل. المعضلة فين في المكان ده؟ ان انا الدوالي هي كذا قسم، عندي دوالي رئيسية جوه الحبل المنوي، عندي دوالي فرعية على جدار الحبل المنوي، حاجة اسمها كريمستيريك دي لو ما ربطتوش بترجع الدوالي، عندي دوالي تحت الخصية، والأهم عندي دوالي جاية من الناحية التانية،
عشان كده احنا كأطباء أمراض ذكورة لو عندي دوالي كبيرة في جهة وبدايات دوالي في الناحية التانية بنربط الاثنين مع بعض، وده من التخصصات الطبية القليلة اللي يعمل العملية الناحيتين. يعني في الرمض يفضل يسيب وقت ما بين ناحية وناحية، لكن في دوالي الخصية من التخصصات القليلة ان لو في دوالي على الناحيتين نربطهم حتى لو في بدايات، لان انا لو ربطت جهة ممكن ترجع الدوالي من الجهة التانية. للأسف المجموعات دي من الأوردة ما أقدرش أوصل لها غير بالجراحة. الطرق التانية زي الأسطرة والمناظير مش هقدر أوصل للأوردة الفرعية اللي خارج الحبل المنوي أو فبالتالي أنا محتاج أعمل جراحة، ومحتاج أعمل جراحة أبقى في مكان أقدر أوصل لكل المجموعات دي. إحنا زمان لما بدأنا عمليات الدوالي كنا بفاكرينها إنها ببساطة مواسير صرف، فما تيجي نقفل الحنفية الأم فكان دايما الفتح الجراحي بتاعنا عالي، وبدأنا ننزل لتحت لأنه هو عالي بيبقى أسهل ليا كجراح. أنا بربط وريد أو وريدين قبل ما ينزل ويتفرع، وبيبقى إن أنا أفصل الشريان أسهل. بس عيب الطريقة دي إن أنا الأوردة اللي جاية من جهة التانية مش هوصل لها. فالطب المبني على الدليل قال إن أفضل مكان أفتح اللي هو قرب منطقة العانة، لا في البطن ولا في الخصية، بنعمل فتح صغير أقدر بالتالي أوصل لكل المجموعات. يبقى إجابة على السؤال الأولاني، أنا هعمل أنهي وسيلة من الدوالي مدام حضرتك بتعاني من تأخر الإنجاب الأفضل ليك عشان يبقى النتائج جيدة وإن ما ترجعش، هي الجراحة الميكروسكوبية. والأخصائيين كلهم على يعني أتم كفاءة بصراحة، يعني
وكلهم على مستوى الانساني خدومين جدا وودودين وما بيتاخروش في اي يعني طلب استشاره طبيه او اي تقديم مساعده، ما بيتاخروش بصراحه خالص. الريسبشن ممتاز، ما فيش اي تاخير في اي طلب، ما فيش اي تاخير في اي تحميل على اي تحميل انا طلباها، سواء استشارات طبيه سواء تنسيق مع عمليات سواء انا طالبه دكتور طارق او اي حاجه، ما بيتاخروش بصراحه، سواء الحجز او الاستعلام ما بيتاخروش. تمرين ممتاز حبايبي، يعني كلهم حبايبي والله، يعني ما عامله ريليشن كده في المركز ممتاز. بصراحه ما بيتاخروش برضه، بيردوا بسرعه، واحيانا برضه بيبقى في ضغط بس الواحد بيبقى مقدر ضغط الاطارات الاستشاريه عليهم يعني، فما لا ما بيتاخروش خالص. بعد ما مسكنا البيبي كده والام خرجت وفاقت من البنك، قال لنا على الحاله كانت ازاي بالظبط، وطول الوقت ومطمنا طول الوقت. انا بصراحه انا بشكرك.